السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي المراجعة المركزة للدور الثاني رياضيات للصف الثالث متوسط، موضوع الثاني من الفصل الأول التطبيقات. هذا التطبيقات، الموضوع الثاني. أخذنا الموضوع الأول ترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية، واليوم إن شاء الله راح نأخذ المراجعة المركزة الموضوع الثاني من الفصل الأول اللي هو التطبيقات. يلا عيني، خلينا نأخذ السؤال الأول. راح نأخذ سؤالين وزاريات، وإن شاء الله هم راح نأخذ يعني تركيب التطبيقات. هذا بس موضوع التطبيقات وأنواع التطبيق، يعني بس موضوع أنواع التطبيقات. إن شاء الله على المحاضرة الأخرى راح نأخذ تركيب التطبيقات، يعني التركيب مهم، طبعاً هو أهم مهم. السؤال الأول يقول إذا كانت F من Z إلى Z، حيث F الX 2 X تربيع ناقص 3، بين نوع التطبيق حيث Z مجموعة الأعداد الصحيحة. هنا مطيني قاعدة الاقتران ومو مطيني أعداد، بس مطيني Z مجموعة الأعداد الصحيحة. أنا لازم حافظة شنو هي الزيت مجموعة الأعداد الصحيحة؟ الصفر والسالبة والموجبة. الأعداد الصحيحة اللي هي زيت الصفر والسالبة والموجبة، مثل ما قلت لكم مطيني بس قاعدة الاقتران، لازم إحنا نطلع زيت مجموعة الأعداد الصحيحة. من أباوع بالسؤال أشوف مجموعة الأعداد الصحيحة، رأسا نكتب. خلينا نحل، أقول زيت تساوي، قلنا الصفر والسالبة والموجبة، مثلا نقول سالب واحد وسالب اثنين، والصفر وواحد واثنين وست القوس. انا اخذت خمسة، بس ما راح اخذهن كلهن الخمسة، لا انتو يعني، ولو يمكن راح اخذهن الخمسة، خمس اعداد، خاطر من تاخذون الخمس اعداد ما تاخذون ثلاثة او اربعة تحصلون درجة كاملة. فطلعت الزيت وانزل قاعدة الاقتران اللي هي F الX يساوي لنا 2 X تربيع ناقص 3. اما كان كل X اخلي صورة من هذه العناصر، يعني رقم نقول سالب واحد يساوي لنا 2 في مكان كل X اخلي سالب واحد تربيع ناقص 3. سويت اخذت السالب واحد، نزلت الاثنين، بمكان كل اكس اخلي سالب واحد تربيع ناقص ثلاثة، نزلتها مال معادلة الاقتران. اف السالب واحد انزله يساوي لنا اثنين، السالب بالتربيع يهمل، احنا عندنا قاعدة ثابتة السالب بالتربيع يهمل يعني يروح، فواحد تربيعه واحد ناقص ثلاثة يساوي لنا اثنين في واحد اثنين ناقص ثلاثة، إشارة الكبير واطرح اللي هي سالب واحد، يا إشارة الكبير سالب ثلاثة، نزلت السالب وثلاثة ناقص اثنين بها واحد. هذه خلصت أبو سالب واحد، حناخذ سالب اثنين. F السالب اثنين يساوي لنا أنزل الاثنين، مكان كل X أخلي سالب اثنين تربيع ناقص ثلاثة اثنين. السالب قلت لكم بالتربيع يهمل يروح يطير، اثنين في اثنين اربعة ناقص ثلاثة يساوي لنا اثنين في اربعة ثمانية ناقص ثلاثة يساوي خمسة، طلعت خمسة. زين ناخذ أخذت السالب واحد وأخذت السالب اثنين، شو أخذت؟ أخذت السالب واحد وأخذت السالب اثنين. هسه شو راح أخذ؟ راح أخذ الصفر، راح أخذ الصفر. اثنين في صفر تربيع ناقص ثلاثة، اثنين صفر تربيعه صفر ناقص ثلاثة،
يساوينا 2 في 0 0. 0 ناقص 3 يساوينا سالب 3. يعني راح اخذ الواحد في الواحد مكان كل اكس اخليه واحد. 2 واحد تربيع واحد ناقص 3 يساوينا 2 في 1 2 ناقص 3 يساوينا سالب 1. هسه اخذ الاثنين في الاثنين يساوينا 2 في 2 تربيع ناقص 3، يعني مكان كل اكس اخلي 2. 2 2 تربيعها 4 ناقص 3، 2 في 4 8 ناقص 3 يساوينا 5. اذا اقول المدى يساوينا شنو المدى؟ الاعداد المشابهه ما انزلها. احنا ايش طلعنا المدى؟ طلعنا السالب واحد والخمسه، سالب واحد والخمسه وسالب ثلاثة، ما اخذ لا سالب واحد ولا الخمسه متكررات، هذا المدى. زين اشوف التطبيق شامل لو غير شامل. التطبيق خلينا نشوف شامل، هذا المدى سالب واحد وخمسة وسالب ثلاثة، وهذا المجال المقابل سالب واحد وسالب اثنين وصفر وواحد واثنين، هذا ما يشبهها، فقول التطبيق ليس شامل شاملا، لأن المدى لا يساوي المجال المقابل. يعني هذا المدى طلع لنا سالب واحد وخمسة وسالب ثلاثة، ما يساوي هذا المجال المقابل اللي هو سالب واحد وسالب اثنين وصفر وواحد واثنين. زين اشوف التطبيق متباين بورقة واحدة لان رسم ما اعرف، اشوف التطبيق متباين الا رسم. مثلا نقول هنا زد وهنا الاكس، الزد اللي هي سالب واحد اللي طلعناها المجال المقابل سالب واحد وسالب اثنين وصفر وواحد واثنين، والاكس يعني المدى اللي طلعناه اللي هو سالب واحد وخمسة وسالب ثلاثة. شوفوا السالب واحد طلعنا ويا سالب واحد وسالب اثنين ويا الخمسة والصفر ويا سالب ثلاثة، مو طلع لي واحد واثنين. اذا التطبيق ليس متباين، ليس متباين. ليش؟ لان طلعت لي هذه الواحد والاثنين، ليس متباين. زين بما ان ليس شامل وليس متباين اذا التطبيق ليس متقابل، التطبيق ليس متقابل. شوفوا شلون اعرف تطبيق متقابل الا بالسؤال، اذا يعني كلمه واحده، اذا ليس متباين وليس شامل اذا التطبيق ليس متقابل. خلينا ناخذ الازواج المرتبه، خاف يقول اريد الازواج المرتبه. الازواج المرتبه طلعناها احنا ويا من؟ طلعنا الازواج المرتبه سالب واحد ويا سالب واحد، اخذنا سالب واحد ويا سالب واحد، سالب واحد ويا سالب واحد، وبعد شخذت اخذت السالب اثنين ويا الخمسه، سالب اثنين ويا الخمسه، وبعد اخذت الصفر ويا سالب ثلاثه، واخذت الواحد ويا سالب واحد، واخذت الاثنين ويا الخمسة. هذين الازواج المرتبة. هذا السؤال اذا حليتوا هيجي تاخذون درجة كاملة عليه 10 درجات. شوفوا شلون السؤال بي، هذا السؤال الاول. زين نجي على السؤال الثاني من التطبيقات، قايل لي اذا كان التطبيق من F الى N، من N إلى N، إذا كان F X 3X زائد 2 بين هل التطبيق شامل أم لا؟ يعني ما يريد للأزواج المرتبة ولا يريد يعني أنواع التطبيق، بس قايل لي حدد لي، محدد لي قايل لي هل التطبيق شامل أم لا. شلون أفرق بين هذا السؤال الأول؟ وأنا هذا بين نوع التطبيق ويريد الأزواج المرتبة ويريد المدى، لكن هذا ما قايل لي، قايل لي بس قايل لي بين هل التطبيق شامل أم لا، وما مطين الأعداد، مطين بس قاعدة الاقتران. أنا أقول الN، شنو هي الN؟ يعني مجموعة الأعداد الطبيعية الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وما لا نهاية، يعني ماكو سالبات بس الموجبة،
مو مثل الزيت الصفر هو السالب هو الموجبة، لا الان بس الاعداد الموجبة. نجي نطبق على قاعدة الاقتران. شو اسمها قاعدة الاقتران؟ f الاكس يساوي لنا 3x زائد 2. ناخذ f الواحد يساوي لنا 3، مكان كل x اخلي 1 زائد 2، 3 في 1 3 زائد 2 يطلع لنا 5. زين هسه راح ناخذ f الاثنين، f الاثنين يساوي لنا 3 في 2 زائد 2، 3 في 2 زائد 2 يساوي لنا 3 في 2 6، 6 زائد 2 زين يطلع لنا 8. ناخذ f الثلاثة يساوي لنا 3 في 3 زائد 2، 3 في 3 9، 9 زائد 2 زين يطلع لنا 11 وإلى آخره. فنقول المدى، احنا لازم نطلع المدى يساوي لنا ايش قد المدى؟ الخمسة والثمانية والدعش، الخمسة والثمانية والدعش، وسد القوس. زين هنا ايش قايل لي؟ قايل لي هل التطبيق شامل ام لا؟ اذا نقول التطبيق ليس شامل، ليش؟ التطبيق ليس شامل لان المدى لا يساوي المجال المقابل. شوفوا ماماتي، المدى مطلع لخمسة ثمانية 11 والمجال المقابل 1 2 3 4، اذا ليس شامل لان المدى لا يساوي المجال المقابل. لهنا ونختم المحاضرة الاولى من الموضوع الاول، المراجعة المركزة من سوري من الموضوع الثاني. الموضوع الاول ترتيب العمليات على الاعداد الحقيقية اخذتها، فهذه المراجعة المركزة هذا الموضوع الثاني، التطبيقات من الفصل الأول. إن شاء الله التوفيق.